السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم غادي نجاوبوا ولا غادي نصحوا السؤال 11 من مباراه ولوج كليه الطب والصيدله ديال سنه 2022 على بركه الله. اون ميزور لا فارياسيون دو لا كونسونطراسيون دي تي بي، يعني كنعبروا التركيز ديال الاي تي بي. فوالا هذا هو لاكس ديالو، كنعبروا التركيز ديال الاي تي بي في هذا لاكس هذا مزيان. كذلك دو لا فوسفو دو فوسفو كرياتين او نيفو دي ميسكلو، كذلك كنعبروا ديال يعني دو فوسفو كرياتين اي تي بي دو فوسفو كرياتين او نيفو دو ميسكل. الوغ فوسفو كرياتين هو هذا، فوالا فوسفو كرياتين هو هذا، مفهوم؟ هذا هو ديال فوسفو كرياتين. الاي تي بي هو هذا، مفهوم؟ اي تي بي هو هذا، و لاسيد لاكتيك هو هذا اللي بالنقط. مزيان، الوغ لاحظ معايا دو فوسفو كرياتين دي ميسكل اي لا كونسونطراسيون دو لاسيد لاكتيك دون لو سون ديال واحد سبرينتر. شنو سبرينتر؟ هو واحد العداء او كور دان ايشوفمون خلال التمرين اي دون كورس دو 10 سكوند، يعني خلال الشوفمون وخلال واحد لا كورس ديال 10 الثواني. 10 الثواني الوغ ديستونس باركوري اون متر، اذا 10 الثواني يعني واحد ليكزيرسيس كورت، مفهوم؟ غادي يجدد الاي تي بي باش بالفوسفوكرياتين. كيف ما تلاحظوا ان لا كونسونطراسيون ديال الفوسفوكرياتين كتنقص باش بدا لي شوفمون، نقصت من تقريبا 22. فوالا غادي نبدل لا كولور باش تبان لكم بالنسبه للفوسفوكرياتين. فوالا غادي نديروها بالاحمر. بالنسبه للفوسفوكرياتين نقصت تقريبا من 22 حتى 10، وقتاش؟ خلال فقط واحد لي شوفمون في خلال التمرين، خلال يعني التحضير. الوغ باش يقطع مسافة 100 متر في 10 ثواني، لاحظ أن لا كونتيتي ديال لا تي بي أو بيان لا كونتيتي ديال الفوسفوكرياتين كتنقص من من 10 تالين تال تقريبا يعني فوالا لا كونسونطراسيون لاكتيك. الوغ الفوسفوكرياتين أ تي بي وي دونك كتنقص من 10 حتى تقريبا 4، مفهوم؟ وكيبقاو عندنا واحد 4 هنا. كيف ما تلاحظوا معايا انه هذا لاسيد لاكتيك، لاسيد لاكتيك صافو دير كوا كيرتفع هنا بشويه بوندون لي شوفمون، ولكن كيرتفع من 2 من 2 تالين تال 8 خلال ليكزيرسيس اولا خلال ليفور. ثم هنايا عندنا هذا ديال الاي تي بي كينخفض شويه بشكل طفيف، يعني ما كاينش شي تغير كبير عنده، ممكن عنده واحد الانخفاض تقريبا من 6 حتى 4، كيعاود يرتفع عند بدايه النهايه الى اخره. دونك هنا نشوفوا السؤال ديالنا شنو تيقول. ا بارتير دي دون لي دو دوكيمون on peut ou bien des connaissances on peut déduire que la régénération d'ATP chez les principes est assez réussie par la voie. واش نبداو حنا من التحت؟ فوسفوكرياتين الوغ واش كيتجدد الفوسفوكرياتين او نيفو دو ماتريس لوغ دو ليشوفمون؟ وي اي باغ لا فوا دو فيرمونطاسيون لاكتيك. الوغ لوغ دو ليشوفمون كيتجدد فين؟ كيتجدد في يعني الفوسفوكرياتين وماشي في الماتريس. ها التجديد ديال الفوسفوكرياتين ماشي في الماتريس. كذلك لا فيرمونطاسيون لاكتيك في اللي هي لو بلازم، وي اون بو اكسبتي لا دوزيام بارتي مي لا بروميير بارتي نو. لا فوسفوكرياتين او نيفو دو يالو بلازم وي لوغ دي لو شوفمون اي باغ لا فوا دو فيرمونطاسيون لاكتيك او نيفو دو لا ماتريس. لا فيرمونطاسيون لاكتيك سا سفي با او نيفو دو لا ماتريس، رد البال. La fermentation lactique mais que tu couches au niveau de la matrice. Donc D ou E galten. La C. La fermentation lactique au niveau de l'hyaloplasme, oui, c'est lors de l'échauffement là. Mais si c'est l'échauffement liquide de la fermentation lactique, c'est l'échauphement qui régénère la phosphocréatine. Alors que la fermentation lactique c'est lors de l'exercice au niveau de l'hyaloplasme. Donc on a c'est faux. B. Phosphocréatine lors de l'échauffement. Oui. Et par voie de fermentation lors de lors de la oui la course. Oui. Ces deux voies. Alors, ces deux voies se déroulent au niveau de matrice. Mais chiffres jugeons au niveau de matrice. Ou t'as un de fihoma. Jugeons ça se fait au niveau de l'hyaloplasme. Alors. بي حتى هي غلطة، كيبقى لينا أ دونك غتكون هي اللي صحيحة. فوسفوكرياتين لوغ دو ليشوفمون إي
فوا دو فيرمونطاسيون لاكتيك لور دو لا كورس. هذه صحيحه كيف ما قلنا هنايا، فقط هنا سي دو فوا سو ديغول او نيفو دو يالوبلازم نون با او نيفو دو سيتوبلازم اي نون با او نيفو دو لا ماتريس. شنو هو الهيالوبلازم؟ هو السيتوبلازم كيحيدوا منه النوايو لاباري دو جولجي ميتوكوندري الى اخره، يعني غير هذاك لو ليكيد ديال السيتوبلازم حيدوا منه لي زورغانيزم، حيدوا منه يعني غير هذاك السائل مع الانزيمات الى اخره، ولكن بدون عضيات كيتسمى الهيالوبلاز. اذا الاقتراح اللي صحيح هو الاقتراح ا. وهنا كيسالي الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.